راح جاب حبل وراح ربط بنته من ايديها ورجليها 4 أيام بتعذب فيها. ده البنت ميت يا لهوي. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في منطقة السلام محافظة القاهرة. اقصر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع. مثل شعبي للأسف من الأمثال السيئة جدا. يعني اقصر للبنت ضلع يطلع 24؟ يمكن تقصر لها ضلع تموت، يمكن تقصر لها ضلع تعجزها، يمكن تقصر لها ضلع تخليها عايشة معها مستديم. يعني اقصر للبنت ضلع يطلع لها هتنبت؟ يعني لما اقصر لبنت الضلوع هينبت مكانها؟ ايه التخرب ده؟ ايه الجهل ده؟ مسجل خطر. عارفين مسجل خطر يعني ايه؟ يعني راجل بلطجي مجرم عايش مع مراته وبنته. المسجل الخطر ده اسمه ايه؟ اسمه عيد. مسجل خطر، ومسجل في وزارة الداخلية. مسجل خطر عايش مع بنته اسمها مهجة ومراته. بنته مهجة دي عندها 14 سنة، وهو اكل عيشه من الحرام والبلطجة وفرض الإتاوات. مسجل خطر متوقع. يعني خلفتك هتكون ايه؟ العذراء مريم هتجيب العذراء؟ انت مسجل خطر. البنت كانت بتطلع تتأخر بره البيت، 14 سنة في نظر القانون طفلة. امها بتقول لابوها ايه؟ خلي بالك من بنتك، بنتك في زمامها فلت. اقصر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع. قال لها يعني اعمل لها يا ولي؟ انت امها، انا لو مسكتها موتها. قالت له موتها، موتها احسن من عارها. موتها احسن من عارها؟ يا اخو انت بتتكلم، انت متجوزة مسجل خاطر؟ هو انت متجوزة سفير؟ انت متجوزة مسجل خاطر؟ ده هو عار. بتقول له اكسر للبنت ضلع، يقول لك احسن تموت في ايدي. قوم تقول له موتها احسن من عارها؟ اذا كان جوزك اصلا عار وانت متجوز عار مسجل خاطر، بدل بقى هي ما تحتضن البنت، بتروحي فين يا مهجة؟ بتأخري فين يا بنتي؟ البنت 14 سنة، عارفين 14 سنة يعني ايه؟ يعني في تاني اعدادي، يعني طفلة. مش هنقول انحرفت، 14 سنة انحرفت ايه؟ فالام قاعدة تحرش الاب، بنتك زمامها هيفلت، بنتك بتخرج وبتأخر، بنتك ما بتقدرش تقول لي هي راحت فين، بنتك بتروح فين، بنتك بتيجي منين. يقول لي اشوفيها انت، تقول لي بنتك مش قادر على بنتك. فالراجل يعمل ايه بقى؟ راح جاب حبل وراح ربط بنته من ايديها ورجليها، وراح ربطها في ماسوره الصرف الصحي في مدخل الشاب. عملها زي، عارفين الكلاب لما بنجيب سلسله ونربط الكلب، بس الكلب مربطه في الشارع ده، ربطها في ماسوره الصرف الصحي جوه البيت. وفي الدخله والطلعه بالشلاليت في وشها مسجل خاطر. طب انت يا امها اطلع وكليه، اطلع شربيها، اطلع غطيها، اطلع شوفيها عايزه تعمل حمام ولا مش عايزه تعمل حمام. لا اصل جوزي حكي حلف عليا باليمين ما اجي عنده. طب دي انت ام، وبعدين جوزك ده مسجل خطر ليه يمينات؟ هو مسجل خطر اكله حرام وشربه حرام وكل؟ لا انت خايفه على يعني ما يبرش بيمينه، خايفه توجع في يمينه؟ لكن بتسال فيها في اكل ولا في شرب ولا بتعمل حمام ازاي ولا سايباه؟ والاب قال لها مش انت اللي بتقولي له؟ قول له ايوه. اقصى للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع. يوم في الثاني في الثالث في الرابع، انا عايز اعرف اي ام يا جماعه 3-4 ايام في واحده تقعد 3-4 ايام ما تدخلش حمام؟
في واحدة تلات أربع أيام ما تشربش شوية مية، في واحدة تلات أربع أيام ما تاكلش لقمة، في واحدة تلات أربع أيام ما مربوط يديها ورجليها، ده لو كلب كمات. المهم الأب آخر مرة بيخبط بنته وهو طالع، البنت لا بص لا بتعيط، كان بيقعد الليل كله يسمع عياطها. طب سكتت، عيطت يوم اتنين بعد كده ما تعيطش، حد يبص عليها؟ لا اصل هو كان منع حد يسقيها ولا يوكلها. ما هو كأب تهيج له ان انتوا لما بيطلع هو انتوا بتوكلها وتشربوا، وده المنطق على فكره، ان الاب يضرب وانت الام من وراها توكلها. اصلا مش ممكن يكون هو متوقع ان اربع ايام على بنت 14 سنه تكون عايشه من غير اكل وشرب. لغايه اخر مره بيقول لامها يا وليه شوفي بنتك لا بتصد ولا بترد، جت لك تكون ماتت. قال لها ببص عليها طيب افكها، قال لها افكها وكفايه كده. طيب كانت بتاكل وتشرب، كانت بتعمل حمام. راحت الام ندمت عليه، يا عيد يا عيد البنت جسمها امتلك غطيه، طيب انا هشيلها ادخلها الاوضه. يا عيد يا عيد البنت مغرقه نفسها مي غيرها لها. يا عيد يا عيد البنت اللي ما بتصدش ولا بتقول بتتكلم، بس غطيها لما اجي. جه الراجل من مره بالها البيت، قالت له من ساعه ما دخلتها جوه غيرت لها هدومها، البنت لا بتصد ولا بتطرد. بص على البنت، ده البنت ميت. يا لهوي، لمت هدومها الست وجريت على بيت اهلها. خلاص هرب ام دي، انا مش عارف امها ايه. وهو قال لك ده مصيبه، ساب البيت ومشي. مسجل خاطئ. جه يطلع بالبنت علشان يتخلص منها، ما عرفش من الجيران، ساب البيت وطفش. الجيران ريحه في الريحه طلعت، اتصلوا بالشرطه كسروا لقوا البيت. للاسف في مرحله من اللي بنسميها جيفه، عايشه مع مين؟ قال عايشه مع ابوها مسجل خطر اسمه عيد. في خلال ساعات، ولازم نشكر رئيس مباحث السلام في القاهره، تم القبض على اب متخبي عند واحد مسجل خطر صاحبه. بيقول له رئيس مباحث ايه؟ جرى يا باشا، والواحد ما يعرفش يربي بنته؟ تربي بنتك؟ انت مسجل خاطر، انت كنت بتخلف ليه اصلا؟ كنت بربيها يا باشا وايدي دست فيها شويه مات. انا اعمل لها يا باشا؟ كانت بتخرج بره وبطاخ بالساعه وبالاثنين وثلاثة، وده عرض وشرف يا باشا، لازم انا احافظ عليه. الطب الشرعي اثبت ان البنت بكر 14 سنه بكر. وانا كنت اعرف منين يا باشا؟ كانت امها بتقول لي اكسر للبنت ضلع وانا كسرت لها ضلع. تم القبض عليهم، قالت ماليش دعوه ولا اعرف يا باشا، ده مسجل خطر، جوزي مسجل خطر، ولو كنت اتكلمت كان موتني، هو اللي مسكها وربطها وقال لي ما تجربيش عنده. اموت نفسي يا باشا؟ ما كنت ببعد عنها خالص، هو كان كل يوم يعذبها يا باشا. امها تادي وابها تادي، وماتت البنت على كده، ماتت من التعذيب. استريحت بس قعدت اربع ايام لا اكل ولا شرب ولا نوم ومتكتفه. مهجه جات الدنيا علشان تتعذب من اب مسجل خطر وام ما عندهاش ذره حنان ولا رحمه في قلبها. عشان ايه؟ بنخلف ليه؟ بنخلف عشان نعذب ونربط ونكسر ويقول لك اضرب البنت واكسر البنت ضلع يطلع لها 24 ضلع. ليه؟ واحنا بنخلف حيوانات، ده الحيوانات ما تتحملش التعذيب ده. يا ريت العقاب يكون عنيف عشان يكون عبره لغيره. مفيش حاجه اسمها كنت بقى بربيها، مفيش حاجه كنت بادبها. اذا كنت انت مسجل خطر هتربي وتادب وخاف على عرضك وشرفك؟ كل دي اعذار واهيه انت قتلتها مع قتل مع سبق الاصرار والترصد. اربع ايام بتعذب فيها. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.